سمو السيد حمد بن زياد بن حمد فناكو فكودا، زوجته إياها على حكم كتاب الله المنزل، وسمد السعيد هذا بالفاضلة سنة نبيه المرسل، وعلى حسن العشرة عندها وجميل الصحبة معها وأداء الواجب واللازم لها ورفع الإساءة عنها، وعلى إمساك بمعروف أو تسريحه وآجله. زوجته إياها وأملكته عصمة نكاحها بإذنها ورضاها وبإذن من وليها أبيها الفاضل مشاهيكو فكودا، فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط المذكورة وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهم بإحسان وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهم عاجل قد قبلت الفاضلة فناكو فكودا زوجة لك على هذه الشروط المذكورة وعلى الصداق وقبل لها على نفسه بجميع ذلك، فنكون أنا وأنتم عليه من الشاهدين. هكذا نشهد عليك يا صاحب السمو السيد حمد بن زياد بن حمد السعيد بأنه قد قبلت فناكو فكودا زوجة لي على هذه الشروط المذكورة وعلى الصداق المتفق عليه فيما بيننا وقلق المتفق عليه فيما بينكم، وقبلت لها على نفسك بجميع ذلك. قل نعم قبلت لها على نفسي بجميع ذلك. قل نعم. 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 بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم الله الآخر. الله المبارك.